المفروض يخلون زهور، اشجار، مناظر حلوه، ينظفون الرصيف، يصير منظر حلو للشارع والمدينه. نعم. ايه نعم، شوف جميله وحلوه مرتبه، شغل نظيف مرتب، ما كله وصخ واوساخ وقذارة حشاك، ما حلو، منظر ما حلو، مو حضاري. لا والله يا اخي مو ملائمه، واذيه على المحله، واذيه على الشارع العام وعلى المنطقه، وماكو اي خدمات، ماكو اي خدمات، ماكو الشوارع كلها يبلطون الشوارع، ترد تحفر بنفس الاسبوع، ماكو خدمات صحيح. هاي الانقاذ ما قاعد يشيلونه من هنا، بلدية ماكو. الجراج عندنا انا جراج طلع فر تعبان. مشكله عندك 100 مره. المفروض تكون هاي منظر حلو، هاي محافظه وهاي منظر مدينه، وعالم تجينا من غير مكانات، ما ترم ابد يا اخو. والله بالنسبه لمدينه الموصى اذا الثقافه هو البشر، الثقافه اذا ماكو ثقافه زحمه، يعني مو مثل عندك هسه بشري تربيل تختلف عن نينوى. لان من يروح ابسط شيء عندك هسه مثلا تروح هناك بالقراجات كلها سقايف، كلها ترتيبات واسجار وما اسجار، وبرا على الجسر الوسطيه، يعني انت احنا يانا ستين بقراج الموصل اسايق شوان قاعد صار ساعه انا قاعد هنا، لا سقايف لا شيء، يعني الهيئه تجي على الهيئه 450 500 الف يريد كل سياره ننطيهم، يعني لا ماكو اشجار، لا مثلا اي شيء على السايدين، مثلا تجي سقايف داخل ماكو، تجي تقعد برا هنا شان نفر، يعني السايق 24 ساعه جو المطر وبالشمس بالحر. والله اريد يعني يضحكون علينا الحكومه على الوضع هذه، حدائق اشجار، يعني يحطون هنا حاجز، والله يعني ايش يعني وضعيه مو تمام، يعني بنوبه مو تمام الوضع، داق على هالوصائخ هاي، نريد بلديه شيء ينظمونا يعني.